أصدقائي، ورجعنا لكم تاني مع الفقرة التانية. فقرة مميزة جدا، فقرة يعني بجد أنا ببقى فخور لما يبقى عندنا سيدة ليها مجالات كتير، ليها أعمال كتير مؤثرة في المجتمع المصري. أنا ما أعتقد مش بس المجتمع المصري، ممكن كمان يكون المجتمع العربي والدولي. النهاردة معانا نموذج مشرف لكل ست مصرية. النهاردة معانا مين يا مدير؟ معانا الدكتورة داليا أبو المجد، عضو مجلس إدارة مجموعة شركات دي دي إيه، والمدير التنفيذي لموقع inmust.com. أهلا بحضرتك. أهلا بيكم. في البداية كده كنا عايزين نعرف إيه هو الموقع وإيه الهدف من إنشائه؟ هي فكرة الموقع جت مشاركة مننا من مجموعة من الشركة، إن إحنا كنا عايزين نساعد الشباب المصري في تسويق منتجاته. زي ما حضرتك عارفة إن دايماً إحنا ممكن نعمل منتج كويس قوي، بس للأسف ما بنعرفش نعمله باكينج كويس ولا تسويق كويس. غير كده التسويق بيتكلف فلوس كتيرة جداً، فعلى أي شاب دلوقتي بيعمل مشروع جديد أو سيدة بتعمل مشروع جديد، هي مش بتبقى حاطة خالص فكرة التسويق في الخطة بتاعتها التسويقية. فاحنا عملنا الموقع ده، احنا بنسوق كل المنتجات المصرية بدون مقابل على الموقع بتاعنا، وبنساعد كل الشباب اللي ما عندوش بادجت. اي منتج مصري اتقفل وتصنع جوه مصر بيعتبر منتج مصري بالنسبة لنا، واحنا بنسوقه بدون مقابل على الموقع. بالعكس احنا بنعمل خدمات تانية للشباب والسيدات والست المعيلة والست القاعدة في البيت عايزة تشتغل ومش عارفة تشتغل ومش عايزة تسيب بيتها، او عندها اولاد صغيرين وعايزه تشتغل. فهتلاقي عندنا الكروشيه والتريكو، الناس اللي بتعمل اكل في البيت وبتبيعه، كل ده احنا عاملينه من خلال الموقع عندنا، وعندنا فرايات كتيره جدا على الموقع من المنتجات المصريه. طيب لو اتكلمنا عن الموقع بالشكل ده، ايه الحاجات اللي بيقدمها او الفرص اللي بيقدمها النهارده الموقع؟ احنا كان لينا الشرف ان احنا كنا موجودين في اول حلقه في البرنامج، في برنامج كل الناس نيوز، شرفتني الدكتوره داليا ابو المجد، وكان وشها حلو جدا على البرنامج. فايه الحاجات الجديده المختلفه عن المره اللي فاتت؟ يعني ايه النهارده الفرص اللي بنقدمها؟ يعني مجموعه الخدمات اللي احنا بقينا نقدمها اختلفت تمام. وزادت. يعني احنا مثلا اول مره احنا اتقابلنا كان عندنا حوالي 2000 منتج، احنا الحمد لله دلوقتي عندنا حوالي 4000 منتج. فاحنا كده زودنا الكاتيجوريز الموجوده عندنا، زودنا عدد الموديلات وعدد الحاجات. يعني هتلاقي عندنا مثلا ملابس للسيدات والسيده العامله، وهتلاقي الاسعار منافسه جدا جدا. هنلاقي مثلا كل الحاجات، تجهيزات البيت من مفروشات لستاير لسجاد كليم، اوض نوم، سفره، صالون، انتري، اوض اطفال. هتلاقي عندنا فرايتي كتيره جدا، وهتلاقي حاجات كمان مش موجوده في مواقع تانية، زي مثلا الجزء الفرعوني. احنا عندنا سيكشن اسمه مصر الفرعونيه. مصر الفرعونيه ده بنوزع عليه، بنحط عليه كل البردي بكل مقاساته وبكل الرسومات بتاعتنا. في هدايا، يعني انا مثلا كلمنا مره حد من المانيا بيسالنا على الورق البردي، وكان عايز ورق بردي وكان عايزه ساده عشان هو عايز يعمل عليه شغل وحاجات. فدي كانت حاجه بالنسبه لنا كانت كويسه قوي ان حد يكلمنا من بره يسال على ورق البردي. يعني من المره اللي فاتت كان رقم، والرقم زاد الضعف الحمد لله. بنقول ان احنا شاركنا معاكم في النجاح ده. اكيد اكيد. اكيد. وانتوا برضه كان وشكم حلو علينا برضه يعني. طيب لو انا شاب وعندي مشروع صغير ومشروع مصري 100%، ازاي ان انا اقدر اشترك او ازاي ان انا اقدر ابقى معاكم؟ طيب هو كل اللي بيعمله بيخش، احنا اعلان على طول شغال تمام. هو كل اللي بيعمله ان هو بيدخل يسجل على الموقع ان هو تاجر كويس. طيب اول ما بيسجل عندنا احنا بيجي لنا ان في حد جديد سجل، بيكتب ان mist.com بالظبط، بتفتح الصفحه، بتتفتح بيقول له هو بيشوف. يعني اي حد بيدخل يشوف الموقع ممكن يشوفه من غير ما يسجل تمام. بس لو عايز يبقى معانا من الناس الموجودين معانا ان هم يبيعوا حاجاتهم عندنا على الموقع، لازم الاول يدخل يسجل تاجر. اول ما بيخش يسجل تاجر، التيم عندنا بيجي له ايميل ان في حد عايز يسجل عندنا تمام. هم بيتواصلوا معاه، ازاي بيعرفوه ازاي، يعني ازاي يسجل وازاي يحط المنتجات بتاعته وازاي الصور بتاعته. مفيش اي شروط حضرتك حاطاه؟ احنا ما عندناش اي شروط. الشرط الوحيد اللي لما بيجي يسجل تاجر وبيلاقيه ان هو بيتعهد ان المنتج مصري،
ايا كانت نسبه مكونه ايه. يعني احنا يعني هو المفروض ان المتعارف عليه بيبقى حوالي مش اقل 40% من 40% من المنتج المصري. اهم حاجه يكون اتقفل واتصنع جوه مصر. انا بالنسبه لي ده منتج مصري. لان انا فكره الموقع عندي انا بسوق المنتج المصري بتاعي جوه مصر وبره مصر. ومن الحاجات الجديده اللي احنا عملناها برضو ان احنا فتحنا تصدير، ان احنا عندنا صفحه اسمها تصدير، اي حد يقدر يسجل عايز عنده المنتج بتاعه يقدر يوفره، بيبقى فيه المواصفات اللي بيحتاجوها بره، بيدخل يسجل عندنا تصدير وبرده بدون مقابل. تمام تمام. بنبقى عاملين نكمل موضوع التسجيل. في بعض الاحيان احنا علشان عندنا المنتجات اللي هي اللي لسه الناس بتبقى بادئه فيها، فهم برضو مش بيبقوا عارفين ازاي يستخدموا الانترنت او يستخدموا الويب سايت او يترجموا من عربي لانجليزي او يحطوا الصور، او تبقى الصور عندهم مش ملائمه او مش مناسبه انها تتحط مع المنتج. احنا كشركه بناخد كل الحاجات، احنا بندير له صفحته لو هو مش عارف، بنترجم له انجليش لو هو مش عارف، بناخد الصور في الارت عندنا بنظبطها ونخليها مناسبه انها تبقى ملائمه للشكل المنتج، وبنعلمه ازاي يدير الداشبورد. حتى لو مش عارف كمان يتعامل مع الداشبورد بتاعته، احنا برضو بنديرها له وبنبلغه بس بالاوردر بيجهزه. طب السؤال بسيط جدا، يعني انا لو قاعد بتفرج دلوقتي هقول طب والمقابل؟ المقابل احنا المقابل بتاعنا بناخد نسبه ديسكاونت منه. حلو. واحنا بناخدها لما بيبيع. تمام. يعني انا ما باخدش منه يعني اي، يعني كل المميزات دي انت بتاخدها في الاول وبتشوف كل المنتجات بالزبط. بتاعتك وبتشوف كل الخدمات اللي حضرتك قلتي عليها، في الاخر خالص حضرتك بتبيعي له، في الاخر خالص بياخد الربح بتاعه او مقابل البيع بتاعه، وفي الاخر بناخد الجزء اللي احنا قمنا بيه من خلال الموقع بتاعنا. بالظبط يا فندم، احنا طيب. بنعمل معاه كده، هو بس احنا مش عايزين غير انه يشتغل. طيب. اشتغل. حتى احنا عندنا الموقع بتاعنا السلوجن بتاعنا انتج صنع واحنا نبيع، فده السلوجن بتاعنا. طب يلا يا جماعه ننتج ونصنع، احنا محتاجين اكتر من كده. ده حتى احنا ساعات بنديهم استشارات تسويقيه، يعني ممكن يبقى حد عنده مثلا بيبقى المنتج حلو قوي بس معمل له باكينج وحش، او مثلا اتشحن بطريقه مش كويسه، او يعني احنا بنديله، يعني احنا بنحاول نساعده على قد ما نقدر بحيث ان هو يبقى عندنا منتج مصري. غير كده اللي انا اكتشفته بقى خلال الفتره اللي فاتت، وبجد بجد يعني احنا لازم نشجع المنتج المصري بتاعنا، يا جماعه احنا عندنا منتجات مصريه وموجوده عندنا على الموقع بتنافس المنتج الاجنبي وباسعار منافسه جدا جدا جدا. يعني حتى في الرتان مثلا من انواع الحاجات اللي عندنا، فرش الحدائق، فرش الحدائق حضرتك لو رحت لاي حد بيجيب حاجات من بره اسعار رهيبه. احنا لو تشوف حضرتك الاسعار عندنا بالكواليتي اللي عندنا، احنا عندنا بنهتم بالكواليتي مش اي حد. يعني احنا لازم نتاكد ان المنتج مظبوط وبنجربه وبنشوفه ونتاكد ان المنتج مظبوط. ليه؟ لان احنا بنتكلم على سمعه موقع، احنا يبقى عايزين عندنا يبقى مصداقيه مع الجمهور، لما بيشتري عندنا بيبقى مبسوط ومرتاح، حاسس ان لو عنده مشكله في المنتج بيقدر يرجعها لنا تاني واحنا بنبدلها له او نرجع له الفلوس. غير كده في حاجه بقى كمان عاملينها للشباب الصغير، اللي احنا عندنا مثلا منتجات ممكن يبقى المنتج ب 50 جنيه وب 35 جنيه، الحاجات الاكسسوارز اللي البنات بتعملها والحاجات دي كلها. انا لو قلت له تعالى خد الفلوس اللي انت بعت بيها، هيضيع اكتر منها علشان يجي يستلمها. عشان يجي يستلمها. طبعا. احنا وفرنا عليه القصه دي كلها، فاحنا بنقدر نحولها له عن طريق وسيله، عشان ما يبقاش اعلان، وسيله من وسائل التليفون اللي هو الكاش عن طريق التليفون بنحولها له. اقدر احولها له على البريد المصري بدون مقابل برضو. عندنا بقى كذا طريقه، احولها له بنك او هو يجي ياخدها كاش. فطبعا الناس اللي عندنا مثلا، احنا عندنا ناس من سيوة وعندنا ناس من سينا، والحتت اللي هي كانت الفتره اللي فاتت صعب ان حد يتنقل فيها، احنا بعتنا الحاجات دي كلها عن طريق الطرق دي كلها عشان الناس ما تجيش متتكلفش حتى المصاريف المواصلات والتنقل. عايز اقول لكم حاجه، واحنا قاعدين بنتفرج دلوقتي، ما نمسك تليفوننا كده ونكتب ان مصر دوت كوم ونخش نتفرج. احنا معانا تليفون. الو الو الو. الاستاذه هبه الشرقاوي مذيعه الشباب والرياضه، اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بيك يا استاذه هاشم. استاذه هبه، النهارده احنا فخورين جدا معانا الدكتوره داليا ابو المجد، بتتكلم عن موقع بيعرض كل المنتجات المصرية بشعار انتج صنع واحنا نبيع. بما انك الاول شباب ورياضة الإذاعة المصرية،
الموضوع ده مهم جدا، الموضوع ده مهم جدا ويهمنا جدا ان احنا نركز عليه. طبعا بعد كده هنبارك لك بالبرنامج الجديد. تمام. اهم حاجه ان الشباب يلاقوا فرصه، سواء بينتجوا وعايزين يسوقوا منتجاتهم او عندهم مواهب وعايزين يظهروها. ايوه، هنخش بقى على البرنامج الجديد. الف مبروك للبرنامج الجديد. برنامج الله يبارك فيك. برنامج مواهب شابة. البرنامج ده كان بقاله 15 سنة على ما اعتقد او 10 سنين متوقف، كان اكتشف مجموعة من النجوم، مظبوط الكلام؟ تمام. الإذاعة انت عارف طول عمرها بتحاول تكتشف النجوم وتقدم لمصر مواهب، يعني وليهم اسامي، يعني مثلا الفنانة نادية مصطفى، الفنان مدحت صالح، وقبلهم ناس كتير وبعدهم كمان ناس كتير. طبعا بنشكر رئيس الإذاعة استاذ نوار الحقيقه، ويعني انا بشكره وبشكر مدام نجلاء عبد البر رئيسه اذاعه الشباب والرياضه اللي تحمست جدا للفكره وقالت ان هي بنفسها كانت بتقدمها زمان، وكان بيبقى معاها الاستاذ الله يرحمه الابنودي والاستاذ عمار الشريعي، يعني طبيعي. كان بيبقى معاها اسامي هايله. طبعا اسامي هايله. طبعا مهمه كبيره جدا عليك ان انت ترجع البرنامج ويرجع تاني بنفس القوه. والله انا متحمسه، وطبعا انت شريكي في البرنامج وان شاء الله تبقى شريك النجاح يعني وصانع النجوم ان شاء الله. انا عايز من هنا اعلن لكل الشباب اللي اتفرجوا علينا، برنامج مواهب شابه بيعود تاني في اذاعه الشباب والرياضه. ابعتوا لنا على الواتس اللي هيظهر حالا على الشاشه، اي حد عنده موهبه من سن كام لكام؟ من 7 ل 35. فرصه كبيره. بعتوا لنا على طول اي موهبه بنتبناها وان شاء الله نعمل لها عمل فني كبير من داخل المبنى، من داخل مبنى الاذاعه والتلفزيون. عايزه تقولي حاجه؟ وكمان عندنا صفحه على الفيسبوك يا استاذ هاشم. ايوه. فصفحه انا بسبقك في الكلام. طب يلا، صفحه ايه بقى؟ صفحتنا على الفيسبوك مواهب شابه بين قوسين اذاعه الشباب والرياضه. هايل. اصدقائي ان شاء الله تبعتوا لنا، علشان من هنا بنعمل حاجتين النهارده، انتج صنع واحنا نبيع، وبنكتشف المواهب اللي موجوده في كل انحاء مصر. اشكرك يا استاذه هبه والف مبروك على البرنامج وان شاء الله بالتوفيق. نرجع تاني. احنا بس عايزه اقول حاجه. اتفضل. هي المواهب مش الموهبه في الغنى او التمثيل او الكتابه او الشعر او الحاجات دي كلها، ما هي برضو الانتاج موهبه. ان انا عندي الملكه ان انا اقعد اصنع حاجه بايدي، او انا اعمل حاجه بالخشب، او اعمل حاجه باي ماتيريال، ما ده برضو يعني موهبه. صح. موهبه اكيد. يعني ازاي بقى نحول الموهبه دي لفلوس؟ عن طريقنا بقى، عن طريق الموقع ان شاء الله. ان اي حد عنده اي منتج بيعمله من البيت او بيعمله في ورشه في مصنع مع اصحابه مع زمايله، حتى الشباب اللي بيرسم، احنا عندنا على الموقع رسومات زيتيه واعمال فنيه، هي بس قطعه واحده من كل لوحه. دي برضو بتتباع عندنا، يعني اي حد بقول لحضرتك اللي بيعمله نحت احنا بنقدم لهم، اللي بيكتبوا، اللي عندهم كتب، يعني مثلا احنا عندنا من ضمن السكشنز الموجوده عندنا الكتب والروايات والقصص الاطفال والحاجات دي كلها. تمام. عندنا يعني عايزه اقول لحضرتك اي حد بيعرف يعمل اي حاجه هيقدر عايزه اسال حضرتك سؤال. فضل. انا ملاحظه ان حضرتك بتقولي الشباب صغير، شباب الخدمات للشباب، حضرتك حاطه سن معين؟ لا خالص. انا ليه بقول للشباب؟ عشان الفرصه. هقول لحضرتك دايما الصناعات الصغيره والمتوسطه اللي بيشتغل يعني عليها، يعني في ناس بتبقى كبيره وعايزه تشتغل، ما عنديش مشكله، بس حضرتك انا يعني احنا الليفل اللي احنا بنشتغل عليه للشباب، حضرتك يعني مصر دوله شابه، عندنا عدد الشباب كبير قوي، هو بيمثل النسبه الكبيره. في برضو في ناس كبيره عايزه تشتغل. ما انا مش هقوله لا. ايوه، ما عشان كده انا بقول لحضرتك انا ما عنديش سن. انا اي حد ان شاء الله لو حد صغير بيعرف ينتج حاجه انا يعني السن مفتوح. احنا عايزين نقول ان دي فرصه لست البيت اللي قاعده بتعمل حاجات في البيت كمان، انها تخش على الموقع وتسجل. تريكو وكروشيه والحاجات اللي هي بتاعت زمان، في ناس حط يعني عرض حاجات. بس اتفاجئت بيها النهارده بجد، اللي هو ان انا كمان فرصه كبيره جدا لكل اللي عنده موهبه الرسم، عنده موهبه الكتابه، عنده موهبه انه عنده كتاب ومش عارف والنحت وكل الحاجات دي. دي حاجات جديده موجوده، ودي هتميز الموقع، وكمان هتخلي ان ناس كتيره فنانين بجد عندهم هواية الرسم ومش قادرين يعملوا لمعارض دولية أو معارض حتى داخلية، يقدروا من خلال الموقع إن هم يسوقوا لنفسهم
مش بس ان انت تسوق نفسك، ان انت كمان اسمك يبقى معروف. بالظبط، لان ده بيهم الفنان في الاخر. اكيد، حتى حضرتك الشغل بتاع الخوص والحاجات الفخار والحاجات دي كلها موجوده برضو عندنا، ليها سيكشن معين بتاع الفن في كل حاجه، فاللي هو الفنان هيعرف يعرض حاجته عندنا، واللي بيعمل واللي عايز يشتري. بالظبط، واللي عايز يشتري يخش يشتري. لا، في موضوع الشراء بقى، ايوه، انا عايز برضو اقول حاجه موجوده يعني خلال ان شاء الله اسبوع 10 ايام بكتير هتبقى مفعله عندنا. تمام. احنا ما اشتغلناش على اللي عايزين يشتغل يعني يشتروا بس، احنا كمان اشتغلنا اللي عايزين يشتغلوا كمان. بمعنى اي شاب في الجامعه عايز يشتغل مش لاقي وسيله او طريقه يشتغل بيها، احنا عاملين كود. الكود ده لو دخل سجل بيه، واي حد عمل شغل من خلال الكود بتاعه، ان كان هو او حد من اصدقائه او حد من قرايبه، بياخد نسبه مبيعات من عندنا على حسب النسبه اللي باعها قد ايه. تمام. فهو دلوقتي هيشتغل وهو بيدرس، هيشتغل وهو قاعد في بيته من غير اي مجهود، وفي وبعد كده على حسب الرقم اللي هو حققه، تمام، هيجي له عمولته لغايه عنده بقى يجي له بالوسيله اللي هو عايز ياخدها بيها. اصدقائي، ما ندخل على الموقع دلوقتي ونسجل وبعتوا لنا على الواتس عملتوا ايه، واحنا هنتابع على طول مع الدكتوره داليا ابو المجد، مش النهارده بس، ده على طول مشاركانا في الحلقات اللي جايه وعامله لنا مفاجآت. هنطلع فاصل اعلاني ونرجع تاني نشوف المفاجاه اللي عامله لنا الدكتوره داليا ابو المجد النهارده. ورجعنا لكم تاني، واحنا في كل حلقه بنقدر ان احنا نعرف مين اللي فاز، ايه الجوائز اللي متقدمه لنا النهارده. النهارده معانا ديدو، اصغر ممثل اذاعي، ليه اعمال كتير في الاذاعه مع الفنانه انتصار، مع الفنانه علا رامي، مع مجموعه من الفنانين الكبار. ديدو النهارده هو اللي يختار الاسماء اللي هنعلن عنها في الفايزين في المسابقه بتاعت الاسبوع اللي فات. كمان الدكتوره داليا ابو المجد النهارده هتقول لنا المفاجات بتاعتها والسؤال بتاع الحلقه النهارده. اتفضلي يا دكتوره. طيب، هي المفاجاه اللي احنا عاملينها النهارده ان احنا عملنا لاي شاب وشاب عايزين يتجوزوا، اي حد عايز يفرش بيته او يجدد بيته، ان احنا عاملين ثلاث عروض لنوم سفره صالون بثلاثه ليفل مختلفين. عندنا عرض الفرحه، ده قسطه الشهري عملناه بالتقسيط للضيوف اللي معانا، هو ده بيدفع 1850 جنيه في الشهر لمده 3 سنين، والعرض الثاني 1999، والعرض البلاتينيوم 2250، وكمان مرايه هديه مع العرض. العروض دي موجوده عندنا على الموقع، اي حد حابب ان هو يتفرج على الماتيريال. عايز اقول لكم ان كل الخشب زان مصري 100%، الصناعه بايدي مصريه، كواليتي عاليه جدا جدا. انتوا هتتفرجوا على الحاجات اللي احنا حاطينها، مش هتصدقوا ان ده منتج مصري وبينافس المنتج الاجنبي. سؤالنا النهارده، السؤال النهارده انا هقول سؤال انا قلته في كلامي، انا عايزه اغششهم بصراحه يعني. ما هو شعار موقع انمصر.com؟ ده احنا قلناه كتير النهارده. والجوائز بقى،
احنا هنقدم 4 جوائز على 4 حلقات كويس. كل جائزه 250 جنيه ان شاء الله، يعني كل حلقه اسبوع سؤال مختلف. طيب والجائزه 250. تمام. الجائزه الكبيره بقى ان احنا من النهارده لغايه يوم 30/12 اي حد هيدخل يسجل عندنا هيدخل في سحب يوم على اخر يعني على اول السنه ان شاء الله في الحلقه اللي هي بعد يوم 30 بثلاث جوائز، كل جائزه ب 500 جنيه ان شاء الله. 500 جنيه. طيب احنا معانا سؤال تاني، قريه بدويه بتقدم لنا في كل حلقه المهندسه ناهد علي بتقدم لنا دعوه للعشاء. سؤالنا النهارده القريه البدويه، ما هو رقم الخط الساخن؟ ما هو رقم الخط الساخن؟ معانا أسئلة تجور، أسئلة تجور معانا مطعم وكافيه تجور بيقدم لنا جايزة 500 جنيه ودعوتين للعشاء. سؤالنا النهاردة بيقول ما هو المشروب المفضل، ما هو المشروب الأساسي أو الرئيسي في كافيه تجور؟ معانا بقى الأسماء، هنسحب بيدو هيسحب لنا 4 أسماء للفايزين اللي فازوا بالحلقات اللي فاتت. في الحلقة اللي فاتت بيدو هتسحب لنا أول اسم، اول اسم اسمح لنا واحده ثانيه، بهاء الدين عبد الصادق محمد. بهاء الدين عبد الصادق محمد، قلب يا بيدو. لا قطع ثاني. ايوه ايوه ايوه، هات واحده كمان، هات واحده كمان. محمود سيد ابراهيم، محمود سيد ابراهيم. احنا معانا الارقام التليفونات هنتواصل بيكم ونقول الجوائز بتاعتكم. صبري محمود محمد، واخر فايز هنسحبه معانا كمان ورقه. حاضر، بسرعه 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 بسرعه. دكتوره داليا ممكن تقرا لنا الاسم؟ حاضر. محمد محمود حسن. محمد محمود حسن، الف مبروك بكل الفايزين معانا. ان شاء الله الحلقه اللي جايه انتظرونا، وانتظرونا بمفاجآت كتير واسماء كتير وجوائز كتير. بشكر الدكتوره داليا ابو المجد عضو مجلس اداره مجموعه شركات دي دي اي. ومش عايزين نقول بس ده، يعني انا لو عايز اتكلم هتكلم عن حاجات كتير، وانتظروها في حلقه جديده وحلقه قادمه ان شاء الله خلال الفتره اللي جايه هتكلمنا على مفاجآت جديده اكتر. اشكرك يا عبير. اشكرك يا محمد. اشكرك دكتوره داليا ونورتينا. اصدقائي انتظرونا الحلقه القادمه قبل الميعاد بساعه كل يوم خميس في برنامج كل الناس نيوز. كان معاكم محمد هاشم وعبير زياد.